الليلي نقدر نقول لك انه منذ مغادرته نادي أجاكسيو انا في هذاك الوقت كانت عندي معلومات انه الترجي التونسي كانت حابه ولا تود عوده اللاعب يوسف بليلي لفريقها. كانت هناك بعض نقولوا ماشي مفاوضات, كان بعض كان نقولوا دي بور بارلي بين الطرفين. اليوم كان عروض صح من تركيا ليوسف بليلي. لحد الان ما عندناش الاسم, لانه انا حسب المعلومات اللي عندي انه مانجر فرانكو جزائري هو اللي اقترح اللاعب على الناديين من تركيا, لكن ما عندناش هذا الناديين. لكن رغم ذلك انا نشوف انها تكون صعيبه ليوسف بالليلي باش يروح لتركيا, لانه نعرفه انا بعد التجارب تاعه. يوسف لاعب خلوق ولاعب ممتاز فنيا وكما تحب تقول عليه, يوسف لا حقيقه لاعب رائع, لكن عنده مشكل من ناحية الاحترافيه. اليوم نعرفه ليكزيجونس صارمه في اوروبا من ناحيه البروفيسيوناليزم. يوسف عنده خرجات اللي ما تخليش الانديه الاوروبيه توافق على خرجاته, خاصه كونت اون مي نقولوا الريسبي بارابور او جروب اي تو. دونك اليوم انا نشوف انه في تونس نقدر نقول لك السنوات الاخيره حتى لو كانت عنده بعض المشاكل مع في 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 الترجي التونسي, لكن ظننا انه الترجي عرف كيف يسير نقولوا عقليه يوسف بالليلي, ويوسف بالليلي عرف كيفاش تسير عقليته. الاكيد انه في ارضيه الميدان حيعطي لك كما نقول لك 100% اللي عنده, لانه شفنا حتى مع الناخب الوطني جمال بالماضي اللي كانت عنده نقولوا تسيير ذكي مع يوسف, واشاك فوا يوسف كان براتيكمون في المستوى في المنتخب الوطني. دونك التجربه اللي مر بها يوسف بالليلي عبر الترجي التونسي والانطباع الجيد اللي خلاها لتم خلاها اليوم يخمم في العوده للترجي التونسي, ويشوف انه كما نقول لك من الفائده ليه هو وللنادي يعود لتونس. لكن ما لازمش تنساو حاجه, انه اليوم حتى في الجزائر كاين هناك عروض واهتمام جدي باللاعب يوسف بليلي. نعرفوا انه في الجزائر اليوم كاين نقولوا مؤسسات وطنيه لخضات الفرق. دونك اليوم مولودية وهران حتى مولودية الجزائر اتحاد العاصمه هذو الفرق والانصار تاع هذو الفرق يتمناو يوسف بالليلي في الفرق تاعهم. دونك نظن انه راح يبداو مفاوضات بهذا الخصوص.